يجي عارفين مين؟ أكيد عارفين كلاش ام سي امين هيو من مصر للسعودية يعني من المنصورة لجدة قبل ما تتعشى بينا احنا جايين عليك نتغدى بس الحسن حظك ما بناكلش من الاونطة معانا سر الخلطة اغلط غلطة تدوق البلطة منصور يا ابني غلطة حطيت نفسك في وطة دخلتوا اللعبة غلطة احنا الدهب لو انتوا الفضة ما تقارنوش البترول بالبول الاسود بالعجول والزعير بالدلدول خش يا كلاش يلا قول ها من اسطورة لاسطورة كلام ثقيل من زعامة راب جدة والمنصورة خليك في الصورة في ناس مكورة خشوم مكسورة تكرهنا لكن من قوة الطحس مبهورة ولا هذه سموها حسادة لكننا نتحس على الجميع ونكبر الوسادة 11 سنة في المجال لنا فيها الريادة حق علينا نتحس حق عليكم منا الاستفادة أيوة جنرال قائد الرجال أنا كلاش العراب عارفين مين أكي أي موحد أيوة هو كده الرب خلاني أبقى كده إن عرفت عند الناس سني فتحت هذا الباب أيوة جنرال قائد الرجال أنا كلاش العراب عارفين مين أكي أي موحد أيوة هو كده الرب خلاني أبقى كده إن عرفت عند الناس سني فتحت هذا الباب تحتك في الأساطير تنشات بالبساطير فهمني يا صغير تنشحب بدون ضمير ما حد يتنفس مع الطحس ما في لعب ما في شغب هنا غير تدعس لساهم أول عتبة صعالي يحتكوا بالكبار عشان يسووا جلبة كل صعنوك عندي كأنه خشبة أسبيه كالمملوك وما أفك الرقبة مجال قصر مليم بالأوسخ أشبه رجال كون حذر شوف كم واحد دخ من قضية الجنرال ابن الشارع عنده أصل بفهم في الأصول يا كسر مش بطبل ولا بهلل حتى لو لعيلة النسر لسه بدري عليك كميدو خد النيدو مش هنعيده ونزيده بدل ما نلم عليه عبيده الحق في الأبطال بيصيد العيال احنا البار مجاله بيضربوا بينا الأمثال أيوة جنرال قائد الرجال أنا كلاش العراب عارفين مين أكي أي موحد أيوة هو كده الرب خلاني أبقى كده إن عرفت عند الناس سني فتحت هذا الباب أيوة جنرال قائد الرجال أنا كلاش العراب عارفين مين أكي أي موحد أيوة هو كده الرب خلاني أبقى كده إن عرفت عند الناس سني فتحت هذا الباب احنا اللي نسوي الاكشن من دون رياكشن نمشي ونشن نشفيك شوي حتى تخشوشن انا الموحد المهياب لو تذكر اسمي وسطهم تجيهم حالة ارتياب لسه ما تولدش هم ماتت قبل ما تولدوا اللي ينافس الكبار ولو موجود يجي ونهبدوا منفضوا من مكان الرب نطردوا طردة الكلاب قلدوا مفيش ابداع اثبتوا انكم تقدروا تجددوا يا صعلوك يا مملوك مدري شايفك كانك ماخذ في نفسك مقلب تيجي في خط المحنك جوا الجب تنحط ينصك عليك تندق تنحك حق ولا ترجع تتحك حق مش لاقي حد نفسه كلهم مزيفين نسخ كتير الاصل واحد بس عارفين مين شفره واحده كلمتين صابع واحد للجميع اسرار المجال معايا لو عاوز تزيع قول زيع لو عاوز تزيع قول زيع كل واحد لازم يعرف مقامه الحين